عكس انت قاعد تتكلم احنا بالواقع الحين هذه الشركه تعتبر بالشرق الاوسط الاولى انزين يعني انا هذا اللي قاعد اشوفه يعني قبل كانت روتانا من بعد ما سوت تصفيه حق الفنانين اللي عندها قاموا شركه بلاتينيوم ريكوردز قامت تاخذ كل الفنانين صح فانت اذا يالك يعني عقد معاهم انه يحتكرونك او ياخذونك توافق او ما يصير اوافق لا طبعا لا ما اوافق انا ليش على حسب شنو العقد اول شيء يعني مثلا انه يبونك لمده سنتين او ثلاث سنين ان شاء الله سنه بس ما اوافق ما حد يوافق مني وطريق الا لما اشوف شنو ليش ليش انت فاهم لي انت مغرور مو مغرور شنو ادبس عمري يعني مثلا قال لي 15 سنه تعال وهج عمري 15 سنه لا صح كلام زين لا حمود يعني كنت قاعد تسال نفسك لو جالك عرض تلفزيون الشاطئ انت لما يجيك عرض تلفزيون تقبل فيه على طول ولا تقعد تدرسه لا صراحه انا ما احب الدراسه فاقابل على طول اذا انت كذي عيل ما في مستقبل خليه ما في تفكير حشر عندك عيل ما اسمع ماني خلق ولا لا اسمع احمد ولا لا قاعد ادرس انت كذي ما راح تطور من نفسك لا ليش اطور انا الحين بقابلك الحين على الهواء تفضل مشاهدينا لا قول لي انت الحين لما يجيك عرض من اي قناه من اي مكان اشرط عليه من اي صوب اشرط عليه جاك عقد العقد حطوا لك اياه بتقرا بنوده ولا بتوقع على طول تقول انا موافق شوف اقول لهم ابي سياره وابي بيت على البحر وابي طياره خاصه بس وابي كل شهر 100,000 بس اوقع عقد ليش كل هذا؟ انا ما ترجع زين انا واقعي ترى على فكره انزين على العموم قبل هذا يعني في عندي سؤال وايد وايد قوي بيقرقع بقلبي لان هذا السؤال صدق قلبه احنا طبعا تسرب لنا موضوع ان انت الحين ما شاء الله عليك بالاونه الاخيره قاعد تسوي البومك الجديد وقاعد تشتغل مع هو ملحن وشاعر ما شاء الله عليه يعني معروف جدا ولا يعني بالسوق اغاني ضاربه وهو الملحن والشاعر الكبير مشعل صلبوخ حدثنا عن الشاعر هذا صراحه يعني هذا ملك صراحة التحدث اليوم يعني هذا صراحه يعني من 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 الشعراء والملحنين القوايا شو تقول له قوايا اي والله كلام المخرج يا مخرج يا ناس زين حددنا وقواعد الكنترول كلمه رد على الريال اللي قاعد اشوفك الحين يا صلبوخ يا بطل الابطال عاد انا جبت لك على الوتر بطل الابطال بطل الابطال بطل الابطال طبعا اخونا مشعل صلبوخ طبعا رجال تحيه لا لك بالالحان ولا لك بال هذاك يعني بطل بس زين اكيد احمد حسين بغيت اسالك عن طبعا بعد ما طلعت من الاكاديميه وكذي جربت دشيت بمجال التقديم ب 2007 إيه؟ احدى القنوات اللبنانيه اتوقع برمضان برنامج اسمه ابن بطوطه او شيء ابن بطوطه عادي إيه؟ ونفس ما عجبك الفيديو كليب الفضائي هم ما عجبتك انا على قولك على قولك بتدور تدلل تكنو في لك تصريح بالعكس انا تدلل تكنو في لك تصريح ان انت ما راح تعيد تجربه التقديم مره ثانيه ليش تدلل تكنو هل تدلل تكنو صعبه جدا هذه بعدين موضوعها يعني مسج قبل لايكم وانا لايكم بالطريق انزين كلمنا عن تجربه التقديم وهل ناوي تعيدها ولا لا على اساس تنفي الاشاعه اذا قالت ان احمد حسين ما يبي لا من قال نافي اول شيء من جبت الخبر ان انا نافي في اشاعه بالانترنت مو نافي ان انت مخلص ما راح تعيد تجربه لا اشاعه تسمع وايد لا بالعكس على البرنامج كان جدا حلو روعه وحبيته يعني وفكره حلوه بالنسبه لي بالعكس اذا ممكن تعيد تجربتك ما في بالعكس انا كل شيء اقدم بس اذا كان شيء يضيف حق احمد لا ياثر علي يعني على قولتك ما توقع وانت لا انا ما اوقع من يطرش ما حد ما في احد يوقع من يطرش صح الحين ما في احنا نتكلم واقعيين شوي الا هذا هذا استثناء هذا على صوب هذا صوب هذا اسبوع انت تلقاه في البيت قاعد ما عندك استثناء اذا في واحد يقرا عرض في كذا في فكره الحين سواء كان برنامج سواء كان حتى لو في ناس بتمثل لها دور يبي يشوف الدور شنو دوره صح وين شنو حواراته وين مكانه ما 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 البرنامج اذاعي شنو فكرته؟ لازم ما تغر الماديات ما تغر الماديات كثر ما يشوف النجاح اكثر شنو شيء يضيف له مفيده يبرز اكثر طبعا انزين بس عاد دشينا على البومه وردينا مره ثانيه على التقديم وكذي ابي ابي اعرف البومك الجديد اللي قاعد تشتغل عليه نبي شيء خبر حصري شيء متى راح ينزل؟ متى راح ينزل ما راح اقدر احدد الحين لان توني بدايته قاعد تختار قاعد تختار توني بسم الله يعني اول خطوه اول دريه اول دريه مو جري دريه مو جري بتخلص لا مو جري بعد يعني هو ان شاء الله السنه الجايه بس يعني ما توقع بدايتها توقع من نصها للنهايه والله احتمال يكون ان شاء الله شهر اثنين هم لان اسمعوا احنا قلنا الملحن يعني للحين كثره إيه الاغاني بالالبوم انت معاها ولا لا؟ لا في ناس ينزلون ثمان اغاني في ناس ينزلون 14 اغنيه شوف 14 اوفر اشوفها 12 10
ماكسيموم هذا. اي ماكسيموم ماكسيموم عندك ما بين 10 ل 12 هذا الماكسيموم، عندك 8 زين. 8 زين. انا عندي من 8 ل 10 احسن شيء يعني. زين في شيء بتركز عليه بالالبوم الجديد؟ شيء بتركز عليه بالالبوم؟ ستايل جديد، ستايل جديد، تعاونات جديدة. اي 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 هالالبوم فيه تعاونات وايد جديدة، اغلبيتها جديدة راح تكون. اها. راح اغير. راح تنوع. راح انوع واغلبها راح يكون جديد. حلو. ستايل تكنو يعني؟ لا لا مو شرط. تدلل تكنو؟ لا لا تدلل تكنو هذا عند هذا عند اخوي بشار بشار جاسم. لان كله انسى واقول الجاسم فيعصب. ليش تحط الف لام؟ فراح اشيل هالالف لام. زين احنا هم شفناك طبعا مشارك انت بالمسرح، واتوقع المسرح كان بالنسبه لك وايد سهل لان ستار اكاديمي كل الاعراضات كانت كمسرح. نعم ساعدني بس هو كان صعب لي بهالفتره. اي خاصه مسرحيه كتاب اعجاب كان صعب عندي. اغلب مسرحياتي كانت انا امس كان عندي اتكلم في هالنقطه بعد. حلو. كان اغلبهم كان غنائي. اي هل المسرحيه كانت استعراضي؟ كانت تمثيل. تمثيل 100% كان. فتوترت خفت من اول مره. بس كنتوا تسوون مشاهد تمثيليه بالاكاديمي؟ بس جاي يعني بس هذا بلاي باك ولا لايف؟ لا هي كانت بلاي باك. بلاي باك بس هم انت انا أو أو اول خ... أو شيء مساحتك على المسرح شلون تقدر تتحكم فيها؟ شلون لفاتك؟ شلون خطواتك؟ بتركب بلاي باك شلون لازم تجيب على حركتك؟ على لازم على السنك مال على فيعني كان متعب بس الحمد لله توفقت فيه وكان يعني اللي ساعدني خاصه بهالخطوه الحمد لله اخوي يوسف الحشاش كان مخرجنا مخرج مبدع مبدع صراحه نوجه له تحيه نوجه له تحيه وهو اللي ساعدني صراحه بالتمثيل واستفدت منه وايد اشياء خبرته هو اكاديمي انا مو اكاديمي بالتمثيل حلو صح فاستفدت وايد اشياء منه والحمد لله يعني اتقنت هالشيء يعني والتمثيل نفسه متى بنشوفك عاد لما نشوف دور عاد ان شاء الله يضيف وشنو الدور اللي حطه ببالك على حسب ما اقدر شاب رومانسي او مهوش ما في شيء حط ببالك لا اترك عنك مهوش يعني انت ضد تسوي اشاعات لا حرام يعني ما في دور ببالك ما في دور ببالك حاب ان تضيفه او تقدمه فئه معينه حاب تمثلها شيء معين ما في شيء للحين ما في بس اذا شفت شيء على حسب على حسب يعني هالكلام كله شنو دوري فيه من هالكلام انا احس من شخصيته انه هو ضد المثل اللي يقول راعي بالين كذاب عنده عادي يغني يمثل انا ما عندي بس كله كله يكون لازم يكون شيء مدروس شيء مدروس لا يكون شيء اي كلام نقدر نسوي كل شيء يلا يلا بسرعه خطوه بس لا يعني خلينا نكون على الاقل بعدين بتدور انت لا تنسى انه كان بالستار اكاديمي عندهم الغنى والتمثيل كل شيء يسوون والرايكس والاستعراض يعني عطني كل شيء عطني عندهم. اغلب الفنانين يعني تامر حسني مثلا نذكر اسمه فنان كبير وقاعد يغني وناجح باغانيه ويمثل بافلامه ناجح ومسلسلات بعد ما له شغل ما نقدر نقول صاحب بالين كذا ما نقدر مسلسل ادم يعني انت ناجحني يعني انت مع الطموح والابتكار مع الطموح والابتكار اي ما له شغل مسرحيات قبل لو تسمع فنانين قاموا يطلعون يغنون فيها ما شاء الله من زمان زين اغنيه بكره شنو هذه؟ هذا اوبريت اوبريت عن الوحده وعن السلام نتكلم فيه عن السلام هذا كان طبعا انت المرشح انت المغني الوحيد اللي طلع من الكويت الكويت اي شيء جميل والله الحمد لله اي كان هو شيء عالمي طبعا من الحان كوينسي جونز امريكي كلام ماجد الرومي فالحلو كاظم الساهر كاظم تامر جانا كرزون جانا كرزون صلاح الزجالي عيسى الكبيسي فهد الكبيسي مجموعه يعني ما اعرف على شيرين يعني من كذا دوله من دول العالم العربي من الدول العربيه يعني شنو كانت الفكره او الهدف من الموضوع كله؟ هو الفكره يتكلم عن الوحده وعن السلام بين الديانات بين الديانات والعربيه والعالم كله بين كله يعني بين الديانات كلها وبين الدول الوحده عن السلام يتكلم شنو كان الكوبليه مالك؟ وشلون تم اختيارك انت من الكويت؟ اي هذه تكلم هذه صارت سبحان الله صدفه يعني هم دقوا علي دق علي اول شيء استاذ هادي المراغي سلم عليه وجه له تحيه وقال لي مكلمينه ومرشح اسمي وكلمني بعدها حتى عقبها كلمني حسن السلمان استاذ حسن السلمان وقال لي اسمك موجود قلت له يلا يعطيك العافيه الحمد لله ان انت شاركت بالمشاركه هذه الحمد لله فبعدين ياني اتصال من قطر وياني اتصال من دوله من مملكه المغرب وكلموني وعلى طول رحبت فيها لان اول شيء عمل خيري فعلى طول قبلت الدعوه وشاركت وياهم بالبريطانيا زين طبعا الفنانه شاكيرا كانت موجوده وياكم بس ليش ما غنت؟ الفنانه شاكيرا كانت موجوده بالعمل ليش ما غنت؟ الظاهر يمكن صارت ظروف ما ادري يعني ما او هي بس حبت تعطيكم نوع من المشيه مالتها اي اي هي 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 بس ترى هي تركت ما تغني شاكيرا صراحه لا لا انا مو صوت عادي تسوي لكم كذي بس انتم هني تغنون بس صوت شاكيرا هذا هم صوت انزين مشاركه عالميه هذه تعتبر ترى يعني فيها وايد من كل العالم مطربين وممثلين وملحنين وكتاب ملحنين اي ما تعتقد ان هذا شيء ضاف لك شيء بالنسبه لك؟ الشاركه في البريت؟ اي طبعا شلون ما يضيف لي شيء يضيف لي شيء كبير اصلا مو شيء عادي بالنسبه لي شيء وايد كبير انا
صح وايد وايد يعني فوق ما تصور بالنسبه لي انا حبيت هالشيء شيء انساني وشيء عالمي وشاركت مع ناس من اكبر النجوم العالم العربي خلينا نشوفهم لو تسالف فبراير عيل ها لا درجة لا هي مو سالفه تشوف لا هم هم لا لا مو لهالدرجه بس انا نتكلم هني يعني حتى تو لما تكلمت اخذتني رده الفعل وهذا بس ان النقطه شوفونا شوفوا بس التفتوا صوبنا صح لا تفهمون طالعوا بس صح طبعا ان شاء الله رسالتك وصلت بصميم العظم مثل ما يقولون حق لا بالعكس وجه لهم هكذا يعني سواء شاركنا ولا ما شاركنا اول شيء اذا بنشارك في فبراير اكيد راح يشرفنا سواء انا ولا غيري زين اول شيء عشان الدوله عشان مهرجان الكويت ولا فبراير يعني واذا ما شاركنا ان شاء الله بالجايات يعني ان شاء الله الجايات اكثر نتمنى واذا مو بالجايات في مهرجانات غيرها ابشر هني على اساس كان عندنا وايد اسئله وكذي بس سؤال على السريع سؤال على السريع لان الوقت بدا يداهمنا وايد شنو اعمالك اللي جايه او شنو قدام يعني شنو في قدام حق غير الالبوم غير اول شيء نزل سنجل في سنجل ان شاء الله جديد بس مو الحين ان شاء الله بعد محرم صفر انا قايل لكم محرم صفر انا بشهر اوقف اليوم ثبتها يا جماعه احمد حسين اسمحوا لي يعني انا طبعا مو صوب الغنى كلش في هالشهرين عقب هو ابلش بعد يومين ليش يومين خلص محرم 60 يوم محرم وصفر 60 يوم اوكي انت شهرين شهر محرم شهر صفر ان شاء الله من خلص نبلش ان شاء الله بعدين بالشغل ان شاء الله في مفاجات جديده ان شاء الله الله يوفقك ان شاء الله يعطيكم العافيه الله والف شكر على الاستضافه لك يا ثاني ان شاء الله نقعد حلقه كامله وانتم مميزين ومخرج مميز وسامحوني على التاخير وبسبه والله واحد اخرني اسمه ناصر عطيه هو اللي اخرني احنا فاسمحوا لي هو اللي اخرني ناصر عطيه ويعطيكم العافيه نطالبك بتعويض عن هالتاخير ان شاء الله لكم اني وعد اي وقت ان شاء الله بعد هالفتره عشان بعد محرم صفر عشان تكون جلسه حلوه خلاص ان شاء الله مع السلامه اللي يريد يكون حصري وعد ان شاء الله اكيد حصري عندكم خلاص انا خذيت وعد من احمد حسين فنان وايد مميز وان شاء الله يكون له مشاركه شو اسمه البرنامج صوت السهارة وان شاء الله ان شاء الله يا رب زين طبعا احمد حسين استمتعنا وياك وايد انا استمتعت اكثر طبعا شباب وبنات شفتوا حلقتنا اليوم ان شاء الله استمتعتوا وان شاء الله استانستوا ضيفنا كان مميز الاعاده الساعه 1 بالليل شوفونا باكر باي حبتين